السلام عليكم. في هذا الفيديو راح نشرح لك كيفية فتح حساب على منصة دروسكم. بعد ما تكون دخلت إلى منصة دروسكم على الموقع www.dorouskom.com راح تتوجه مباشرة، بما أنه ما عندكش حساب راح تدخل إلى مستخدم جديد. بعده راح تملأ هذه البيانات بشكل بسيط. نوع الحساب هو حساب تلميذ. الاسم راح تكتب اسم التلميذ، راح نفترض هنا حساب تلميذ، إذن هنا لدينا هذا التلميذة اللي هي تسنيم، إذن الاسم تسنيم، اللقب جفال، رقم الهاتف، إذن هنا دائما نأخذ رقم هاتف الولي، ممتاز، ولاية السكن جيجا، الطور الدراسي الحالي متوسط السنة الثالثة، بعد مباشرة البريد الإلكتروني، إذن هنا ندخل بريد إلكتروني، بريد إلكتروني لهذا التلميذ نفتحه له، أو ندخل بريد إلكتروني للوالي، أو نفترض بريد إلكتروني بعد إحنا حنقبله مباشرة في المنصة. إذن هنا لدينا تسنيم إذن بعد ما كتبنا البريد الإلكتروني راح نديروا كلمة سر لهذا الحساب، إذن خاصة بها هنا في المنصة، راح نعاود نثبت كلمة السر، وهنا ننتبه إلى الماجسكيل والمينيسكيل، بعد مباشرة نختار صورة، إذا كان هناك صورة نحب نضيفها للحساب تاعي، إذا ما كانش صورة نقدر ما نديرهاش في الحساب. هنا أيضا لازم نضغط على هذا الخانة من أجل التأكد أنه صاحب هذا الحساب هو حساب حقيقي وليس بوت، ثم ندير عملية التسجيل. بعد ما قمنا بعملية التسجيل هنا أصبح لدينا حساب تلميذ اللي هنا تسنيم جفال تظهر في هذا الصورة. نقدر نعدل بيانات الحساب انطلاقا من لوحة التحكم في الملف الشخصي، وهنا تقدر تغير البيانات حسب الحاجة أو حسب تغير هذه البيانات. بهذه الطريقة فتحنا حساب. إذن عندك الآن إيميل اللي حطيناه في المعلومات، وعندك أيضا كلمة السر أيضا اللي اخترناها تريد تدخل بها دائما الحساب على منصة دروسكم. سلام.